السلام عليكم. هاي الأخت عم بتقول إنه العجينة بيضة لأني كب الدجاج. لا بالعكس، الدجاج غلط ينحط مع في عالم بتقلك حط دجاج بشد. لا بالعكس، بتصير الكبة على صدر الدجاج بتصير مثل الربر، يعني بس تقلوها بتشد كتير. فأنا بحياتي ما حطيت صدر دجاج، لا بالعكس. بس في عيار، يعني بحط عيار لحم وبرغل، عرفتوا كيف؟ حتى تطلع بهذا اللون، وبقللها البهارات، ما بكتر بهارات. يعني في عالم كتير بتكتر بهارات بالأكل، فهذا غلط. يعني إنه نكتر نحن بهارات بالأكل، كتر البهارات بيسود العجين، وكتر اللحم كمان على القلي بس تقلوها بصير العجين عاطي على السواد. شايفين الكبة كيف طالعة معي شقرة؟ هيك لازم تطلع الكبة، يعني ما تطلع سودة. نكتر بهارات ونكتر لحم، ما كل شيء انه كتير لحم، بالعكس في شغلات يعني بدون لحمة بتطلع طيبة، او بهارات قليل لازم يعني تطلع طيبة كتير. فالبهارات اولا غير صحية كتير، واللحمة كمان يعني انه تكون على العيار، يعني كل شيء له اصوله، عرفتوا كيف؟ يعني شايفين كيف طالعة تقرمش قرمش، يعني وكتير طيبة طالعة الكبة. لايك واكسبلور اذا عجبكم الفيديو.